بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب المسح على الخفين. إن الدرس يا سبا كرك عمدة الأحكام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. نانغ أيوني بكوا إيرو يا خفو. عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. مختصر. مصنف رسالة حديث إزنبيلي، حديث يا مغيرة، حديث يا حذيفة رضي الله عنهما. حديث عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مالك مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن أمتم صلى الله عليه وسلم في سفر كرك سفر تواركو، فأهويت لأنزع خفيه. نشكل لنتيني معنى ننزل معنى انتيني، فأهويت أي مددت يدي كنوا بيشنتيني لأنزع خفيه، كم فنقر خفوزة. فقال متوم شهادة: دعهما لتا فإني أدخلتهما طاهرتين، من فيتر ميريا ميرية يطهارا، فمسح عليهما نما بشير إروك إرو يا خفو. وعن حذيفة بن اليمان فقال حذيفة رضي الله عنهما قال: دير كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بمون امتومي صلى الله عليه وسلم فبال امتومي چين رشنارا فتوضع نمتوذير ومسح على خفيه بشير إرويا خفوزاك مبيرز. مختصر الحديث إي فنزا معنى كأخوبي إغوشيزا. كرك أحكام زا مسح الخفين حكم بل حكم يخبكوا إرو يا خف. إمام النووي: هدير مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح، جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر. إمام النووي كركتي واتش مجموعة ديره مذهب ييتنا مذهب يا معلماء وات كوا نجائز بكوا إيرو يا خوفو كركا سفاري نكركا حضر مون رجوان سفاريني نجواي وكمويني. الشيعة والخوارج وهدير لا يجوز. إيون ديو حكاه القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن داود. وكل هذا الخلاف باطل. خلاف يتني باطل معناني مع علماء ونازوني ياو ويرو إجماعي كخساني إجماعي يرو ابن المنذر قرشيز إجماعي إجماع العلماء على جواز المسح على الخف. إسا خلاف يا مشيعة ما خوارج خلاف ياو تينايون قفو. إذا حكم يا فقوة خف بريزة إروك ني جائز ني يمبي أفضل موت كواي نخبكا أما كواي نكوشا ميروية. زيكو أقوالي نتاتو زيكو يكان را الغسل أفضل نموت كواي نكوشا ميروية دي أفضل يوني قولي يكان را نقول إيون دا قولي حنفية نمالكية نشافعية نديو إبوكيلا عن عمر وابنه وأبي أيوب وبوكيلا. نعم. لكن قال بعضهم بشرط ألا يترك المسح رغبة عن السنة. وهدير كواين حالات إخبك إلو يخوف ينحكاهتم عن السنة عن السنة. إيون ديو معنى شرطها.
lakini ichi wao wana wanapenda sunna ya mtume lakini wanakuonani afadhali mtu kwa aina kosha. Hiyo ni kauli ya awali. Kauli ya pili, almashu afdalu, pakuwa iru ya khufu ndio afdhali, na hiyo nayo ni kauli ya Ash-Sha'bi wal Hakam wa Hammad, na riwaya taini ipokela ka Imam Ahmed. Hujja yao nini? Wahadire, inna Allaha yuhibbu an yu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an yu'ta azaimuhu. Mujitu upenda mtaanawe kuwae nakta rukhsa, nakta iyo rukhsa yae mpelo kuwae nakfanya rukhsa iyo. Jisa mujitu upendo mtu kuwae nakfanya azima yae amurila. Iyo ndiyo maana hujja yao na dalili yao. القول الثالث ني قول يا تاتو ني سوا سوا معنى افضل مره كواي نخبكا نمره كواي نا كوشا زدت بني افضل. الصواب ما قاله ابن القيم ونقله عن شيخه قال رحمه الله ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل قاله شيخنا والله أعلم. الإمام ابن القيم هديره جسائم كرشيزو كشيخيوه ولم يكن يتكلف ضد حاله. ثم صلى الله عليه وسلم تشفان روحه تكلفة إروك تشرب روحه إجواي فتخوف شبكة إجواي تكفارة چوشة أفضل نجسيو إجواي فتخوف أفضل كواه نفكة إجواي تكفارة تكوشة ديو أفضل إيون ديو معنى مسألة إيون ديو برابرة. Kaifia jisai hupakua maanae miru, hupakua sunnatul mashi kuawe nakpaka miru mikono mawiri alyumna filyadi alyumna walyusra lilyusra, mkono wa kubli takpaka iru ya mkono kuru wa kubli, mkono wa kusoto takpaka kuru ya kusoto iruke iru ya fufu. Iyo ndiyo kefia yake. Na isa shuruti za kpakuwa khufu, shuruti za kpakuwa khufu mbele kwa mtu vete ala tahara. Khufu zae veto ni ilu waktae veto vete katahara. Iyo nfaiko khilafu baina ahli ilmi sharti iyo maana jawazu almasih ala khufaini كوايو بشرط أن يكون على طهارة. إيو معنى خلاف رأيكو بين أهل العلم كحديث إبوكيلا يا مغيرة بسرون بري فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. إذا هل يشترط لبس الطهارة كاملة كوايو وقتها كفارو كوايو فيرتي كطهارة كامل نايو معنى أولى ماما توذير شرط إيون ديو إيون ديو معنى شرط شوى كواوي نايو طهارة كامل. أقوال بلي زيكو يشترط لبس الخفين على طهارة كاملة وفلو خف كطهارة كاملة. فلو غسل رجله اليمنى ثم لبس خفه وغسل اليسرى ثم لبس خفه لم يبح له المسح على خفيه وهو قول أكثر أهل العلم. مثلا فنيزني أشيز كروي يا كبلي نما فتي خفوي نما ناخو أشيز كروي كسوتو نما فتي خفو إيو أكثر يا أهل العلم wahadire haijuzi jawabu hiyo. Kiasani takuvara khufuze mbilize takuvara miruye yotahara. Kiasani mtume hadiene faini adkhaltuhuma
طاهرتين. نعم ايوني قولي يا اكثر يا اهل العلم نا ايون ديو معنى نغفو قول وينجين وحديره حجوز موتو جواي وشيزي كبلي اختيرا نما كشاب يا كسوتو نما اختيرا خفوية ايون ايو نقولي يا أبي حنيفة نثوري نيحيى ابن آدم نالمزني وأبي ثور وداود لكن نقفو نقول يا كارا وقتاوي نكفارو خفوزو مبيريز مبيريكواوي نكوشا ميرويا كامل نايو طهارا إذا ليني معنى هفون ديكو يو خفو لبسو معنى يو muda yake lini humalizo muda yake humaliza ni 24 saa ichwawe uko muyini na ichwawe uko safari siku tatu na maskuye na lini maana na kho takuro khufu inda alghasli ichwawe pete janaba na kho takura hiyo hiyo hapo imalize muda itakuwa poke la hadithi يا صفوان بن عسال هديره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أما سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن هديم تومي صلى الله عليه وسلم شموري لجواسي جمو سفريني كتي زخفونغو لخفوزيتو سكونتاتو نمسكوية إلا من جنابة إلا جواوي بيت جنابة ولكن من غائط وبول ونوم lakini chuwawe ingie choroni nyere ingie choroni nazire ama rere apo hukuri kufuyo takpaka iruke lakini shpata janaba apo takkura maana siku tatu na maskuye chuwawe musafarini na chuwawe ukumuini niskumui na maskuye 24 saa imam an-nawawi hadiye la yujzi'u al-mashu ala al-khuffi fi ghusl al-janaba haijuzi muntu paka iru ya khufu maana waktaye nakuwa janaba nassa alayhi shafi'i imamu shafi'i ka nassi adiro watafaka alayhi ashabu na wote ashabu shafi'i na wa fiqire wa gairuhum wala a'lamu fihi khilafan sisi kwa iku khilafu li ahadim minal ulamai karka ma ulama katike sisi kwa iku khilafu wakatha la yujzi umashu مسح الخف على غسل الحيض كذلك نحو يتوامك بتحيذ وبت خف عليكم نايو ابو هيجوز نايو كواي نخبك ايريا خف والنفاس والولاده ما زي اي انت توز حيض النفاس والولاده ولا في الاغسال المسنونه حتى يتواوي نكو غسل يا سنه نكو كغسل الجمعه والعيد واغسال الحج وغيرها نس عليه الشافعي إمام الشافعي كنس هذيل واتفق عليه الأصحاب نا أصحاب يا شافعي وت ووافقيره معنى إنه موت وقادر خبكة وقتاين يجنابا أما حيذي أما نفاسي أما ولادة إجواي فتخوفه كواي نخبكة لا نلازم كواي نخكورة خفو زاكو نمكوة malungo yote na miru kwawe na kosha imam al-hafidh ibn hajar hadire al-mashu al-khufaini khasun bil-wudu mashu al-khufi ni khas karka udhu yopeke la madghal la madghala lil-ghusli fihi bil-ijma'i hayingiri karka ghusli mashu al-khufaini hayingiri karka ghusli ka ijma'i ya ma'ulama takuangaka karka fathu al-bari وقتي وجساسي تشاديرو ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم إيون آيوني حديثي بوكيرو إمام مسلم بوكيري علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذير جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتم فنيزة ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر يخف مدة فنيز سكون تطو نمسكوية موت مسافر ويوما وليلة للمقيم نا موت موي نمسكوية كموت وكمويني هيون ديو مدة ياك إساليني إتاكانزو مسح
الخف مدة yake lini itakazo. Ziko aqwali tatu ziko. Qawli ya kanra inakuhada itakanza muda yake waktaye takpako takanza waktaye takpako lini baada alhadaf ichiwaye maana udhu imfundishile apo itakanzo udhu imfundishile apo itakanzo. Hiyo ni qawli ya Auza'i na Abu Thawr na Daud na riwaya karka Imam Ahmed, na hiyo ndiyo ikhtiari ya Ibn al-Mundhir na pokela Umar ibn al-Khattab jisa Imam al-Nawawi hadiro wa huwa al-mukhtaru al-rajihu dalilan. Iyo ndiyo iyo idorseta na rajihi na kadalili lini takanzo mathalan vete khufuzo lero fijiri veto numa ka udhu ka kila chindru shpindi ikomela udhu ivundishire mudayo apo itakanzo. Mudayo apo itakanzo. Mathalan apo shpindi vete fijiri lakini shpindi udhuyo ivundishiro. Shpindi itakanzizo. Mpaka shpindi chingine itakadira kpaka. Ok. Ichiwawe uko muyini. Ichiwawe ni msafiri na siku tatu baadie. Iyo ni kauli ya kara. Kauli ya pili. يبتدئ يتكانز مدة المسح من أول حدث بعد اللبس. أول الحدث يأتكوجو بعد اللبس أبو يتكمانزو وهو قول جمهور العلماء معنى فيت أول الحدث يأتكبترو أبو نديو يتكمانزو يو يكان نيني وقت يتكبفوسيو يو يبيل وقت يتكنجرو حدثي أولي مفندشيلة no apo ndio itakanzo hata spakeba imanzizi apo naktosha akwari yani naktosha ndanganyize okay nakurudira akwali ni tatu yakanda nini itakanza muda ya maana ya wakati itakpako mara yakanda ya itakpako apo ndio itakanzo. Hiyo ndio kauli ya maana ya inayo dalili nguvu na Imam an-Nawawi aifanyizo rajihi wakati aitakpako awal shpaka marakara apo ndio itakanzo. Hiyo ni qawl awal ndio rajihi saya diro Imam an-Nawawi. Qawl ya pili ichiwae udhu ivundishire ichiwa udhu ivundishire ni qawl ya pili baada lufsi. Hiyo ni qawl ya jumhur ulama baadaye kuvala kufu numa ichiwae udhu ivundishire apo itamanzilizo kwayo maana muda yake itamanziza hapo. Kauli ya tatu itamanziza maana wakati itakuvaro na hiyo ni kauli ya al-Hasan al-Basri ndio rajih ni kauli ya kanra wakati mundu hapo mpaka wakati yakara wakati ayo takpako hapo itakanzizo muda hiyo. Hiyo ndio kauli ya rajih. Naam. Isa Mtume sallallahu alayhi wa sallama hadire faini adkhaltuhuma tahiratain najisasi chiwiro thalathati ayyam maana yamsahu thalathati ayyamin wa layalina mutu muqimu mutu musafir na mutu muqimu yawman wa laylatan diyo wakti iyo ndiyo itamanzizo waktait itakuvundiko numa nako takpako apo ndio itamanzo. Ok, isa nako hukmu ya almasha ala aljawrabaini iyo kufu chibire kufu ni ngozi jawrab nayo ni skalsa za nguo ndio vilo wa jawrab iyo nayo jisaye hukmu ye hukmu ye ya juzu almasha ala aljawrabaini ujuza kpakowa ilu ya kufu za maana za aluzi wa huwa kawlu jumhuri sahabati wa tabiina faman baadahu. Iyo ndiyo dhukurila Ibn al-Mundhir hatha al-kawl an tisatin mina sahaba kuwa kadiruwa kpakowa kufu za luzi na dalili yao niniyo hadithi ya thawban
وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. على العصائب والتساخين ني خفو زا معنى لوزين ديزو نأيو قول يا جمهور ديو يا مسحابا متابعينا نا حديث دليل إيون ديو وشيشو قول يا بيلي نمكرو تبقوا إلو يا جور بيني نأيون ديو مذهب يا مالك نا أوزاعي نشافعي نابي حنيفة نا قول يا مجاهد وعمر بن دينار والحسن بن مسلم نا وينجينيوه لكن راجحنني نقولي يا كان را كوا موت تخادر اخبك إلو يا خف زا لزي ني جوربينو فيلوه يوتي جساسي جذكرينا حديث إيو دليلية إيو ديو أتكا أبا إن شاء الله درسي تويريرو أختي ومشاء أبا وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.